مثلها وهاي هم مثلها وهاي شنو هاي؟ نعم نعم هذا إليل والآدم الويفي يا هو الهاب يا شذرة فوق الذهاب الويفي يا تكليته صباح الخير بالفرنسي صباح الخير حبايب قلبي شبخاركم إن شاء الله بخير واليوم أول طلعة بسيارتنا الجديدة أني دنيا أني آدم أني أنو حبيبي أني ششة أني حنوش ششة هسه اجينا هنا المدينة الاسم طبعا شموسه محتاجه مستلزمات رياضيه محتاجه مساعده وحنوش هم محتاج حماتيه للرياضه واليوم عنده تدريب لازم هسه بسرعه نشتري هنا ونرجع وهذا ادم ويانا انا هاي انه يلا ايش هم ترى ما ادري عندي مكيف راح اخذ هاي ورد البانتين وين البانتين ليش ما تاخذين بالافوكادو؟ هو مكيف هذا اوليفا اللي احنا مجربينه شفت زين ناخذ هذا هسه يمكن تا هنا هذا المكان مع المستلزمات الرياضيه طبعا شويه الاسعار بيه رخيصه لان تعرفون دائما الشغلات مال الرياضه تكون غاليه منو؟ صدقت انا تدري صدقت؟ عبالي صدق اكو بعد يمكن نعبر هسه احنا بالشارع نعبر للجهه الثانيه هاي عبك اي عو عو هاي الهم الديكور ما يخلونا حد يصور عندي فلوس اه ليش؟ يربك ادم هذا ذيك هسه قلت لك عليه صغير هناك خالينا هي هاي الهم؟ اي هاي الهم هاي كل شيء هنا تلقى فوق وهذا المحل كل شيء اكو كل شيء ايه يلا ادم تعال دني كم حلوات يجينا الثلج لا ذيك العيد شموسه سكوتر اي ما الثلج هسه يجينا الثلج لا ما اتوقع احنا ما نحتاج دني دنيا العلاقات صدق عندنا منها ما ادم هذا ادم هذا حلو اي حلوات هذا حلو ايش رايحين بيه المدرسه يمشي يمكن نقدر نفحصه ومو غالي يا الدنيا مربوط بس وقعته وقعته الدنيا ما يخلون لا لا ما يصير دنيا ما يخلون بس هذا يترس شطيني ما بيك كامل لغات ظني في دنش دنيا الشحن كلش حلوات 1300 اي بس يعني هذا تقدرين هذا ما بيه شحن لا مو 500 هذه بطاريه احنا عمد البطاريه الماما الدنيا قبل تروح هيك تقنص على السياره وتدعمها جاذبيه 500 السياره لو هاي جاذبيه تسحبك هاي ب 200 لا 2300 2300 اي هذا مثل هذا دنيا يفيدك هذا ايه خبط ايه ب 2300 2400 واو رخيص نشتري س... حتى دي سيارتنا دي سيارتنا ارخص منه ها آه بلبل احنا عده حاطين مباوع علي بالبيت احنا مسوينا ميداليه اي بس ذن هاي شو اسمه لانه كارفولين اي بدنا بدنا قاتل باي باي اخوات شقايا كل شيء مع الرياضة اكو ها هاي سحابة ايه كلش حلو شنو ما تشتري لها؟ هالباليت اه حلو لبسي شوف والله سوى انه سوى له سوى سوى خنسوف سوى خنسوف واو ها دير بالك لي عضك الملابس هاي القسم مال ال فروسية
راحت شموسة مرة اثنين بطلت. ما بطلت انتقلنا. زين الدود بالمستقبل والصراصر راح يكتبون حلال لو حرام. ديدان. ها دومي. وين النم نم مالك؟ نم نم. اي راح يجيبك نم نم. قول برجر. قول برجر. نم نم. بيكاتشو. بيكاتشو. انت شو اسمك؟ ادم. انا محمد. انا انو. أنا منو؟ شاشة. والله قايم يجيبها توب. ها؟ أنا منو؟ أتو. أنو. بابا منو؟ بابا. لا بابا. لا. وحنوش. ها دومي دومي. حنوش. حنوش. بابا. وحنوش. اوكي بس حنوش شو اسمه؟ ادومي ادم. اوكي اوكي حنوش. ها حجي. ها حجي. ترى فوقات الاناره مال هيفا وهبي. عادي رحت ادشتر الحنوش شاكيت ما لقيت. خلونا نروح هناك نيويورك. شلون حنوش هو كأنه موديل؟ نيويورك احسن. هاي حلوه هنا القعده والله. هنا نقعد وهنا الجهال يلعبون. هاي الوجبه عليها التيضات. هاي مثل هي وهاي هم مثل هي وهاي شنو هاي؟ هذا بصل. هاي ملاعب العيد. دوم ها شنو؟ نعم نعم. هذا إليل والآدم. وين مع الآدم؟ هذا أسوي لكم هذا البصل. يلا سنزل لكم قناة اليومية. طيب انا يابا وقت البطون تعمل عيون ما حد يسمع بعد. اكلينا شبعينا وطلعينا ورايحين بعد عندنا شغله ان شاء الله نقضيها. ريت اشتري منها جاكيت الحنوش ماكو فراح اروح لهناك مدينتنا ذاك المكان واخذ له جاكيت. ها انه ها هذا مكانك بعد ما تنطينا. سوري سوري نوب ادم ما يقبل. هاي شلون؟ ها؟ شنو؟ اي ما يقبل. هاي انو ادم هنا لازم يقعد بالوسط. تعال يلا قعد هنا انا تعال. تعال جيبي له الزتسه مالته هنا. كنا هنا قاعدين بالنص. يعني هاي السيارات كلها احنا فوقها. يعني اكبر من اس. لا اصغر. ايه اس ال ال واكس ال واكس ين ال. كل ما يزيد هذا كل ما اي اكس اس يعني اكبر من الاس. شنو رايكم انا ودنيا بعد نسجل بنادي كرة سلة؟ سلنيعو اصير لاعب. اصير لاعب والله. وانا اصير مساعد. انا مرات العب حتى بش اسمه. لا بابا المدرب. المدرب لاعب ماليش لاعب. يلا ماما الزم الزم خلي قدها. ادم وين ادم؟ هو لابس تخين ويلبس تخين ما يرهم. ادم وين؟ هذا منو حلو هذا؟ هذا منو حلو؟ هذا منو؟ هذا منو حلو هذا؟ حبيبي شنو هالجمال؟ فدوه بس يجي رفيع مو حلو. باي باي. باي باي بابا. ها هنو. هاي شنو هنا أنا جاي العيد واحنا ما ندري؟ ليش اكو ملاعب؟ ها؟ اشتريت الحنوش الحمد لله اشتريت له من انا جاكيت مو بس الحنوش هو الطب على شغله واحده تطلع ب 100 شغله. قد اشترينا شغلات؟ والله لو انا اجي اشتري ما اخذ بس الشغله جاي عليها. ومن اشتري هسه؟ من اشتري؟ شمس اشترت لي. وانت؟ شمس اشترت لي والله. شمس اشترت لك؟ يعني انت ما تريد تشتري؟ لا هي تقول هذا حلو هذا انا شنو اخذ لك؟ اه طيب سويت له واهس. هسه نوصل للبيت واراويكم شنو اشترينا لان تاخر الوقت اليوم خلصنا نهارنا كله برا البيت بعد ما نقعد بالبيت. ها هي مدام جت السياره ما ادري بالعطله وين راح نروح يمكن نسافر يمكن ما ادري.
انتظروا الفيديوهات الجايه اكيد تخبل وتجنن. حبايب قلبي اللي وصلوا ويانا بالفيديو لهنا شو يسوي يا بي؟ يخلي لايك ويشترك بالقناه اذا ما مشترك، يفعل الجرس. قناتنا فوق واحنا نشوفكم باي. منو قال لك قولي باي؟ منو قلت؟ هلا حشوش. هلا. مبروك على الجاكيت. ماما اشتري لي بالعافية. آيس بهالبرد شمس؟ والله رجعت. حيل. اجوا الويوي ويردون ادم. لين يبكي. اجوا الويوي وقالوا هسه نريد ادم. ادم. دودا دودا. دادا كانت تبكي؟ لا. من كان يعيط ويبكي؟ دادا لو انت؟ ادم. الوي وي وقالوا هسه نجي ناخذ ادم لان كان يسوي هيك. يلا انزل 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 خل نروح لبيتنا. وين الوي وي؟ راح ياخذون ادم ولا ياخذون داده؟ ياخذون ادم. الوي وي وجو على ادم. جو عليك الوي وي. ليش تعيط علينا بالسياره؟ اريد ياخذ هاي مالتك هم يكسرها ترى. يلا خلونا نروح. وصلينا للبيت اخيرا. جانا المي الحار؟ ايه هستاهم فتحوا. طبعا المي لسه عندنا ينقطع، واليوم هسه شفنا من جينا وصلنا انه مددين المده بعد يومين يلا يكملون شغل بيه، بس هسه جاي الحمد لله. نبدا بهاي اللي اشتريناها الملابس مال الباليت راح تروح. يلا باليت شولة عرفوها اكيد كلش حلوة للبنات الصغار هاي المدرسة. فهاي المدرسة تكون ويا شمس ويا التخين مال شمس التايكواندو ويا التايكواندو. هاي العلاقة مال مشتريات رياضية ديكاتلون هذا المحل كلش زين اذا تحتاجون مستلزمات رياضية لاطفالكم فمن هناك روحوا اشتروا. هذا تراك مال شموسة مال رياضة عم بي ماركة بي غالي بي رخيص كل شي بي مشتريات الدي ام احلى شي للنسوان. هذا جربته هذا السكراب كلش حلو يخبل ويجنن للبشرة وتنظيف مو طبيعي. فاليوم هم جبت من عنده هذا وديت من عنده طبعا للمتابعة ان شاء الله يفيدها. وجبت شامبو بانتين ابد ما استغني عنه رغم استعمل شامبو ثاني بس هم بانتين لازم دائما عندي. وهذا الشامبو هم ماتين اللي يريد شعره يطول يستعمل هذا خاص يعني لهذا الشيء انه يطول الشعر يعتني به هواية شغلات تلقونه دائما بعدة يعني نكهات. مثلا هذا الافوكادو اول يعني بزيت الافوكادو اكو بزيت اللوز ارغان اول كله موجود هناك حسب انتو شعركم تختارون. وهذا هم ماتين كلش حلو تصبغات الوجه من بالية ورخيص بنفس الوقت بثلاثة يورو استعملته والله شفته كل زين جبت من عدة مرة ثانية. وشنو جبت والله بعد جبت هاي مثل المسكارة هي بس هاي للشعر عندي وحدة صفرة خلصت. والمول مرة خلصت شطاطة كلام التريلر ايه الدلة وين؟ عندنا هواي دلات يا هي من ولا وحدة لقيت صدق؟ هسه انا اجي اعطيك وحدة. فاليوم جبت هاي هم من باليا يمكن لا والله مو من باليا اي من باليا هاي اليوم جبتها هم من باليا هذيك مو من باليا كانت عندي خلصت. مثلا تريدون تسوون تسريحة شعركم لي فوق فيبقى عندكم شوية زايد هيك شغلات طالعة تخلون من هاي مثل المسكارة. مثلا تشوفوا هسه انا ما عندي ما طالع ليش لانه انا مسويتها قبل ما اطلع بهذي شفتها راح تخلص جبت هاي بسرعه كله يصفط. مثلا هذا عندنا جوا هماتين هيك وادم خلانا اشتري له ملاهي مره ثانيه خلصنا. هناش عندنا ملابس شفتوا ذيك المره اشتريت قميصين واحد اخضر اشتريت ويا بنطلون اللي مشجر باخضر وهاي اشتريت ويا بنطلون اخضر بس البي لون برتقالي ما اشتريت بقتها بنطلون اليوم اشتريت هذا اللون هم وياه كلش حلو احب هاي الالوان صارخه حلوه. وهم بعد هاي اشترينا هنا قطع ملابس هاي الشموسه بلوزه لمحمد هاي التيشيرت الرياضي هم محمد الدريس الرياضي هذا محمد عجبه هم جبناه له كلش حلو. الله
شلون تسوين باليه؟ واو باليه؟ بس انا تقدرون هيك تسوونها يعني يعني تقدرون شلون يسوون برجليهم شو؟ واو محمد هيك هيك تسوون؟ ايه بعدين؟ واو واو حلو بعدك هسه تعلمين واو هسه هسه شوف شوف حركات بدائية لازم إليقات تسويها إنه هي الباليت إليقات. إيه بس هذا ما بابا بنت تجيوني على لا هي هناك المعلمة تعلمت شو المدرسة يعني فوق يمشي شكلها إيه يمشي ميو ميو شمسة شموسة ميو إيه إيه هسه اشتعلت اشتعلت هي بس تأخذ شوية بعد خلاص وين راح الويفي الويفي يا هو الهاب يا شذرة فوقي الذهاب الويفي يا تشكليته وهذا الويفي يا التردنة حطنا طاسة وغسلنا ها وقيت بوحيدك من الصبح لسه خطي الويفي الويفي يا والهاب يتخاف منه ها شلون بيك مين نجيب لك مرة شلون بالله بالويفي هو خربيت شنب بيت انه انت تخافين منه ماما لا ناي حتى يتألم من شيء. لأنه ما يصير ما يصير مو زين عليه. علمي وياك باليه إنه. لازم تضعفين إنه. إيه. بس يلا بعد هذا النهار التعب قهوة حتى نصحصح. حتى نام. مشكلة هسه وقت متأخر بعد ما ننام. من ورا القهوة يلا باكر عطلة. يابا انتظروا أنيته تفوز بالميدالية مال الباليه. ميدالية عندهم لو ايش عندهم؟ يمكن اي ميدالية يمكن نفس الشيء وشموسة تاخذ لنا الحزام مال تايكوندو وحنوش ياخذ لنا الكاس مال المانيا باسم العراق خلاص يومنا حبايب قلبي وخلص نهارنا وخلصنا اليوم كله وياكم ان شاء الله عجبكم اليوم ان شاء الله استفاديتم من مشترياتنا وقلت لكم هذا المحل اللي محتاج الاطفال مستلزمات رياضية كلش حلو ورخيص ومناسب لهنا حبايب قلبي لا تنسون لايك الفيديو والاشتراك بالقناة إذا مشتركين وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد وما تفوتكم المفاجآت الجاية حبكم كومات وانتظرونا بالفيديو الجاي باي باي لازم أول تسوين تمرين ليش؟ 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 طيها بوسة يلا قلهم باي باي من حبيبي؟ باي باي